اخر حاجه بقى عندنا اصلها وفصلها التقرير اللي زميلنا عبد الله منتصر بيقدمه لنا كل يوم جمعه بشكل اسبوعي. بيروح قريه من القرى او نجع او منطقه او مكان اسمه غريب شويه، ولو تفتكروا من 4 اسابيع لما بدانا اصلها وفصلها كان بدا بقريه الجربوعه، واهاليها هناك اتكلموا كتير جدا عن انه اسم القريه ده عامل لهم ازمات نفسيه الحقيقه، معاهم حق فيها يعني. المره دي بقى وقفنا عند البتنجانيه، بتنجانية قرية تابعة لمركز الصنطة في محافظة الغربية. الغريبة بقى اللي هتشوفوه في التقرير ده الحقيقة كنت بقول لزمايلي واحنا بنشوفه مع بعض النهاردة، انه اهالي يعني لما حضرتك تقول قرية البتنجانية هتقول يعني هي دقة الاسامي عشان نسمي بتنجانية وطماطماية وخيارية وبصلاية ولفتاية وبتاع، ما دقتش الاسامي. الغريبة انه اهالي القرية في المجمل يمكن باستثناء مواطن واحد بس هو اللي صورنا معاه وكان معترض على اسم القريه، في المجمل فخورين جدا باسم القريه وده شيء محترم جدا. في مواطن قال كلمه الحقيقه يعني انا ضربت له تعظيم سلام، زميلنا عبد الله منتصر بيساله بيقول له مش عايزين تغيروا اسم القريه؟ قالوا لا طبعا، اسم القريه انا فخور بيه، انا اتولدت وتربيت باسم القريه دي، ده كده اسم قريتي زي اسم بلدي، ينفع تغير اسم قريتك حضرتك ولا اسم بلدك؟ لازم تفتخر بيه. يعني اهالي القريه دي الحقيقه تعظيم سلام ليهم، لانه ممكن يبقى اسم قريتهم شويه صعب او مش منطقي قوي لكن هم محترمين، والحقيقه انه في المجمل كده اهالي البتنجانيه بيتميزوا بالكرم وبالاصل الريفي الطيب جدا. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير اصلها وفصلها مع زميلنا عبد الله منتصر، ونطلع فاصل وبعد الفاصل مباشره لنا لقاء خاص في مساء دريم مع مي صلاح وزيره التضامن ليوم واحد أو كما لقبت وزيرة اليوم الواحد بعد هذا التقرير. أصلها وفصلها تقرير كل أسبوع بننزل محطة جديدة نبحث في القرى والنجوع عن أسمائها الغريبة. محطتنا الأسبوع ده كانت محافظة الغربية وتحديدا قرية البتنجانية مركز الصنطة. هنحاول نتعرف مع الأهالي عن أصلها وفصلها. احنا اتولدنا لنا البتنجانية وهي البتنجانية طول عمرها البتنجانية، واحنا كده مرضين ومية مية البتنجانية. والله احنا طلعنا كده لقينا ان انا اسمها البتنجانيه. لكن ما تعرفش جت منين الاسم ده؟ والله جت منين دي بقى، ما دي حاجه ما عاش طبعا اجدادنا اللي هم بتوع زمان يعني اللي هم ماتوا زمان دول. والله احنا طول عمرنا طلعنا لقينا كده، ما احنا نفسنا مش قادرين نفهم يعني ايه البتنجانيه، بس هي متصوره في البطايق معانا وعايشين بيها عادي يعني. هي بالنسبه لبلاد كتير، هي في بلاد كتير اسميها يعني اسم البتنجانية أحسن منها بكتير يعني. احنا طلعنا لقينا اسمها كده بتنجانية. والله أنا عندي 67 سنة طلعنا لقينا الاسم ده هو اسم البتنجانية. متجوزة أصلا فيها وأنا جيت لقيتها اسمها البتنجانية. ما استغربتيش الاسم قبل ما تيجي تتجوزي هنا؟ أنا من طنطا واستغربت طبعا الاسم، وحاليا أصلا لما بقابلني أصحابي ما برضاش أقول لهم أنا مش البتنجانية، بقول لهم متجوزة في الجعفرية. لو عرض عليك إنك تغيروا الاسم تقبل؟ لا خلاص، وطنك تقدر تغير اسم وطنك، تقدر تغير اسم مصر، هي كده. انا عارف انا اتولدت لقيتهم بيقولوا دي البتنجانية. لكن ما تعرفش ليه اتسمت كده؟ نفسك تتغير الاسم ده؟ لا، عشان البتنجان بيتزرع في اكتاف. هي البتنجانية سموها البتنجانية عشان اللي اسسها كان اسمه سليمان البتنجاني، عشان كده سموها البتنجانية. واحنا ما نتمناش حد يغير اسمها عشان جدودنا كانوا اتولدوا فيها وهي اسمها البتنجانية، واحنا نتشرف اللي اسمها البتنجانية. احنا خلقنا من جدينا وابونا وبتاع لقينا البتنجانية، حبوا يغيروها زمان ما عرفناش نغيرها عشان بيقولوا لنا البتنجان وال وعينا لقينا الاسم كده، لكن الاصل ايه؟ اقاويل بتتقال كتير. زي ايه؟ والله يقول لك كان في زمان واحد متمركز هنا من الجماعه الهجانه بتوع زمان وسماها بالاسم بتاعه ده، لكن الحقيقه فين ما تعرفش.